هل لفضيلتك أن تبين لنا مكانة التين واليقطين في القرآن؟ تحية من عند الله عليكم مباركة طيبة. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بما أن الآيتين الثانية والثالثة تتكلم عن مناطق جغرافية، وبما أنه تم عطفها على الآية الأولى، فهذا يعني أنه بذكرها للتين والزيتون إنما ترمز لأشهر المناطق في العالم بمحاصيل التين والزيتون، وهي في الواقع بلاد الشام وعلى رأسها فلسطين. الطور في اللغة هو ما امتد زمانا أو مكانا فتعدى الحدود الطبيعية المألوفة، وفي القرآن هو ما يسمى بجبل الطور في سيناء مصر، والذي ذكر في الآية وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. والطور يقع على الطريق بين مدين ومصر، وذلك بدليل الآيات التالية: ولما توجه تلقاء مدين، ولما ورد ماء مدين، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. وبما أن الكلام عن الطور في القرآن كثيرا ما يرتبط بجهة منه، وواعدناكم جانب الطور الأيمن، فالأرجح أن عبارة طور سينين تتكلم عن كل جوانب الطور دفعة واحدة، أي على اعتبار أنها صيغة جمع. في المقابل فالبلد الأمين في السورة هو مكة، وذلك لأدلة منها: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. فالملخص هو أن السورة تتكلم عن فلسطين وسيناء مصر ومكة بما تمثلهم هذه الأماكن من رموز دينية. وعبارة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم التي أتت بعدهم فيها إشارة إلى أنه في هذه المنطقة وجد الإنسان الأول عندما وصل إلى مرحلة أحسن تقويم خلال مسيرته التطورية. فذكر التين في هذه السورة لا يدل على أهمية غذائية خاصة به، وإنما على أهمية تاريخية، وهذا لا ينفي أن التين فيه فوائد للصحة، فكل الأطعمة في الدنيا مفيدة للصحة، ولكن المقصود هو أن القرآن لم يصنف التين مع الأغذية الخارقة، ولم يأمرنا بأكله في حين أمرنا بأكل غيره، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. الشجرة في اللغة تأتي من معنيين: أولا من تداخل الشيء بعضه في بعض، ثانيا ومن علو في شيء وارتفاع. والشجر هو كل نبت له ساق. أما في المصطلح القرآني فالشجرة تعني المعنى الأول فقط، أي من تداخل الشيء بعضه في بعض، وذلك للأدلة التالية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالشجار هو وصف لما حصل مع هؤلاء، وذلك لتداخل كلامهم بعضه في بعض. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. في اللغة سوما يدل على طلب الشيء، وفيه تسيمون أي ترعون. وبما أن الحيوانات التي يرعاها الإنسان أشهرها الأنعام، وبما أن ميزة مراعيها هي أن تكون عبارة عن نباتات قريبة من الأرض لتتمكن من أكلها وليست عالية على رؤوس الشجر، فدل هذا على أن الشجر المذكور هنا هو العلف الطبيعي البري للأنعام، والذي يكون قريبا من الأرض كالأعشاب البرية وغيرها، والذي سماه القرآن شجرة، وذلك لأنه متداخل بعضه في بعض، بمعنى أنه كثيف جدا متقارب، وكأنه غطاء أخضر يغطي الأرض.
واليقطين في اللغة هو من الفعل قطن، والذي يدل على استقرار بمكان وسكون. يقال قطن بالمكان أقام به، ومن النبات فهو ما لا ساق له، أي ليس له ساق قوية ثابتة، وذلك من مثل الكوسة، البطيخ الأصفر، اليقطين، القرع، القاوون أو المعضوضة، الحنظل، والشايوت. هذه الأصناف كلها ينطبق عليها صفة شجرة، بما أنها كلها تنمو بشكل متداخل بعضها في بعض، ومتداخلة أحيانا مع غيرها أيضا لتتسلق عليه. لكن عبارة أنبتنا عليه ترجح الصنف القادر على التسلق منها، بما أن حرف على يفيد معنى الإطلال من الأعلى على شيء في الأسفل. وأشهر هذه الأصناف من هذه الجهة هو اليقطين، فاليقطين نمت بسرعة نحو الأعلى وأظلت يونس بظلها. فالقرآن لم يطلب منا نهائيا أن نأكل اليقطين، لا كنظام أساسي في التغذية ولا حتى في نظام ثانوي، بل حتى لم يخبرنا أن يونس أكل من هذه الشجرة. كل ما هنالك هو أن القرآن أخبرنا بأن يونس استظل بظل هذه الشجرة، وعلم النبات يؤكد أن شجرة اليقطين قد تكون فعلا الحل الأمثل في حالة يونس، وذلك بسبب تميزها بسرعة النمو وحجم أوراقها الكبير وتقارب الأوراق على بعضها، مما يوفر أسرع غطاء طبيعي ممكن أن يتخذ منه يونس ظلا يستظل به. ومعروف أن اليقطين له خصائص عجيبة تميزه عن بقية النباتات، إلى حد أن مسابقات الثمار العملاقة يكون الفائز الأكبر فيها اليوم هو اليقطين، حيث وصل وزن اليقطين الواحدة في بعض المسابقات إلى أكثر من 1000 كيلوغرام. إذا من الممكن أن يكون إنبات اليقطين على يونس هدفه أن يستظل فقط، ومن الممكن أن يكون مجرد إسناد الظهر إلى شجرة اليقطين يشفي ذلك المرض الذي كان مصابا به يونس. فالمتوسعون في علم الطاقة يعلمون كم للأشجار من طاقة تفيد من يسند ظهره إليها، ومن الممكن كذلك أن يكون الهدف هو أن يأكل يونس من هذا اليقطين أيضا. لكن القرآن في كل الأحوال لم يأمرنا اليوم بأكله، فحتى على افتراض أن اليقطين أكله هو علاج لمرض ما، فهذا لا يعني أنه هو العلاج الأمثل في حال توافرت شحوم الأنعام التي تكلمنا عنها سابقا، بل ربما لصعوبة حصول يونس في حالته تلك على شحوم الأنعام أو لصعوبة طبخها إلى ما هنالك من احتمالات، كان الحل الأمثل والواقعي أن ينتفع يونس من شجرة يقطين، خاصة وأن عملية الإنبات في هذه الآية لم تنسب إلى الله، أي ليست عملية خارقة، وإنما نسبت إلى الملأ الأعلى، أي أن اليقطين كان حلا واقعيا فرضته ظروف البيئة التي كان فيها يونس. طبعا نحن لا ننفي فوائد أي طعام كان، فكل الأطعمة في الدنيا فيها فوائد، لكن أن يكون فيها فائدة هو شيء، وأن تتعارض مع أطعمة أخرى أو أن يكون هناك ما هو أكثر نفعا منها فهو شيء آخر تماما، وهو ما سنزيده شرحا مستقبلا. والحمد لله رب العالمين.